اسم مرحبا ست مافي، الاسم كيف حالك؟ سفيان، سفيان ثابت من تونس. سفيان، انت عابر، اي اكيد انا عابر. خلص طب هاشتاج معك ولا يهمك، ان شاء الله تحط لي الكاميرا على الحيط. لا تغرم، لا ما تغرم انت كنت عبدك بعرف بالخطر، ما علي بلا وشك. ما كنت بعرف ادور الكاميرا، بس انا طلبت الكاميرا. كيف ما حالك؟ عندك ربي مشكلة يبارك. تطلع بوشك؟ ما في خطر عليك؟ لا، ما في خطر علي. انا عابر من عائلة مسلمة، نعم. بس الحمد لله انا مؤمن بيسوع المسيح. الحمد وانا لله فرحان، لحياتك. الله يخليك، انا فرحان سعيد اني اول مرة بطلع على اللايف اني احكي معك. ميتك انا يا سعيد، صديقي. ليه الله بدك تحكي يخليك. المسيح؟ هيا تخبرني. أنا بحب يسوع، كنت بطالع منذ الصغر قصص على الأنبياء، داوود، شاول، صموئيل، عزرا، إستر. كنت بحب بطالع، كنت بحب أقرأ الكتاب المقدس، لكن ربي باركني وهداني لنور المسيح. نشكر ربنا عليك يا حبيبي، نشكر ربنا عليك، ونشكر ربنا اللي هداك لنور الرب يسوع المسيح. الله يخليك، ربنا يفضلك. كنت أحب أقول لك إني أنا صرت أحد من تلاميذك، أنا ديجا أحد تلاميذك تواصلت مع الادمنز؟ تواصلت مع نافوك الأدمس نافوك للترمزي؟ أي أكيد، ميت، اهلا وسهلا الحمد فيك. لله. أنا إلي شرف أمام ربي بكرة، بس أطلع لعنده قابله فيكم أقول له ليك يا أبي، ليك الله يبارك، الاستمارة الحلوة اللي حصلت لك إياها. مرسي ماجي، الله يخليك، يا ربنا يبارك حياتك. أنا بحبك كثير وأنا بتابعك. يباركك ويبارك كل شعب تونس، وباسم يسوع تونس الله للمسيح. يخليك، الله يخليك، مرسي ماجي. أنا سعيد قوي يعني قابلتك، شفتك. ربنا يبارك حياتك يا رب، تبقى بخير وربنا يحميك ويغطيك بدمه. الله يخليك ماجي، ربنا يبارك حياتك. ربنا يكون آمين معك. آمين. يعني تخيلوا العابر وبدولة تعتبر إسلامية وما عم بيخاف المسيحي، ما له عذر أبدا ولا نخجل بالرب يسوع المسيح أبدا.